لا شك أنه التكنولوجيا هي عنصر أساسي لنجاح أي شركة ومؤسسة، ولكن في بعض الشركات بتكون أرهقتها تعقيد الأدوات التقنية اللي بيستعملوها من ERPs وSystems، وأحياناً مش بس تعقيد استعمالها وإنما أيضاً تعقيد تكلفتها، فبتكون تكلفتها فعلاً مرهقة والمحافظة عليها مرهقة، وبعد فترة معينة بتحس أنه أنت مش قادر تكبر استخدامك لهذه التكنولوجيا، لأنه إذا بدك تضيف يوزرز جدد أو بدك تضيف موديولز جديدة على السيستم اللي أنت بتستخدمه، فبالتالي بدك تدفع فلوس أكثر وبتبطل فاتورتك متوقعة، بتصير يعني داخلي على فيج. إذا كنت بتعاني من هاي المشكلة فأنا بدي أدعوك أنك تشترك معنا في السيمينار القادم اللي حيكون في دبي في السيليكون أويسس في جامعة RIT، اللي من خلاله حن إن شاء الله نشارككم بأهم التكنولوجي ترينز الخاصة في إدارة الأعمال الخاصة في الشركات بشكل عام، وتحديدا حنركز على بيتريكس 24 والإيكو سيستم الخاص في بيتريكس 24، وحنشوف كيف باستخدام هاي المنصة فاتورتك بتكون متوقعة، الجروث تبع الشركة عندك ما بيكون عليك عبء، بالعكس انت كل ما زاد عدد الموظفين اللي بيدخلوا على السيستم كل ما زادت الكفاءة اللي انت بتحصلها، وبنفس الوقت ما زاد تكلفة السيستم والمحافظة عليه عندك، وكيف ممكن تستخدم هذا الإيكو سيستم كامل حتى تجمع جميع شؤون عملك في مكان واحد، من CRM، من ماركتينج، من HR، من بروجكت مانجمنت، من تاسكس وريفيوز، من كوميونيكيشنز، من كول سنتر، من سوشيال ميديا، كله في مكان واحد. شوف كيف القوة اللي الشركة تبعتك حتحصل عليها بعد تطبيق هذا السيستم. للتسجيل ما عليك غير انك تروح على الرابط تحت هذا الفيديو او الزر تحت الفيديو وسجل بياناتك، وسيتم ارسال جميع تفاصيل هذا السيمينار على ايميلك مباشرة.